بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذا اللقاء مع الكابتن الأخ خالد النعمي مدير عام مركز عدن. نرحب بك كابتن، ونتمنى أن نخوض معك يعني نقاشات حول اليمنية والظروف الحالية يعني. ونبدأ بسؤالنا نحن فيما يتعلق بالأضرار اللي تعرضت لها اليمنية خلال الحرب، يعني إلى أي مدى يعني استطعتم أنكم تتجاوزوا هذه الأضرار وتستعيدوا وضعكم؟ طبعا الخطوط الجوية اليمنية تعرضت لأضرار كثيرة من ابتداء من الحرب إلى أن عدينا الأزمة هذه. ففي فترة الحرب في 2015 الطائرات انطلقت من صنعاء وراحت إلى جيبوتي، وبقت الطائرات في جيبوتي يمكن في حدود أربعة أشهر تقريبا. وبعد متابعة طويلة وعريضة والكابتن يعني رئيس مجلس الإدارة الكابتن أحمد مسعود العلواني تابع الموضوع مع القيادة السياسية وإلى أن وصل إلى طريق وجبنا طائراتنا إلى القاهرة، وبدأنا نأخذ الركاب العالقين اللي كانوا متواجدين هناك في ما قبل الحرب، فكان عددهم كبير يمكن أزيد من 7000 يمني عالق من جميع المناطق في اليمن، وبدأنا التشغيل وروحنا بالعالقين واستمرينا في التشغيل، وبدأنا بتشغيل الرحلات من وإلى. يعني أول حاجة هي مصر يعني اللي كان الخط شغال فيها، وبعدين بدأت خطوط أخرى. الأمور الحمد لله كويسة وماشية. يعني 7000 يعني أزيد من 7000 يعني كانوا اللي عالقين في مصر. أيوة. وروحنا بهم يعني كلهم، والحمد لله الأمور كانت تمام. الطائرات اللي كانت موجودة هناك يعني في جيبوتي يعني كم عددها يعني؟ هو كان معانا ثنتين طائرات 7 ايرباص 320 اللي موجودة في جيبوتي، و 310 ثنتين برضو كان. يعني كان 4 اجمالي عدد الطائرات. ايوه استعدتوها كلها؟ ايوه اخذناهم كلهم رجعناهم بمساعدة الحكومة والتوصل إلى حل مع الجانب الجيبوتي وما قصروا. يعني نقول الحمد لله إنه تجاوزتوا مرحلة الأضرار. نتكلم عن الوضع الحالي فيما يتعلق بقضايا الأسعار، أسعار التذاكر، نتكلم على قضايا خطوط التشغيل الحالية. فيعني لو نتحدث على هذا الجانب. أوكي. بالنسبة للتشغيل حالياً هو يعني في مصر وإلى مصر من عدن القاهرة عدن وعدن جدة عدن وعدن الرياض عدن وعدن جيبوتي والخرطوم وبومبي. يعني بدأنا في استعادة الخطوط اللي كنا شغالين فيها ما قبل الحرب، وإن شاء الله يعني نستمر في مستقبلا في توسع أكثر في اللي كان معنا سابقا. لكن انت عارف العالم كله تضرر بسبب كورونا والاوضاع اللي صارت. أيوه. في العالم الشركات فلست يعني وشركات افلست، والحمد لله نحن ماشيين وربك معنا ربنا معكم. ايوه ايش البرامج الجديده يعني فيما يتعلق بالبرامج الموجوده عندكم؟ والله طبعا من 2017 يعني جبنا الطائره الاولى، اشترينا طائره. وفي العام اللي بعده يعني 2019 2020 جبنا طائرة، والآن في عام 2022 اشترينا طائرة برضو إيرباص حديثة يعني 330 مطراز إيرباص 330 اللي تأخذ 277 راكب. والحمد لله أمورنا يعني. ثلاث طائرات الآن جديدة. ثلاث طائرات جديدة في خلال فترة بسيطة. أيوة. وهذا يعتبر شيء كويس. طبعا يعني في طائرات قد يعني ايش خرجت عن الخدمه
والآن البديل موجود، يعني معانا طائرتين كانت والآن ثلاث طائرات جنبها، وهذا يعتبر إنجاز يعني غير عادي في وقت قصير. طيب لا خمس طائرات معكم يعني؟ نعم شغالة، يعني شغالة نعم. بالخطوط أيوه. هي نفس الخطوط أو في خطوط جديدة أو؟ والله حاليا نفس الخطوط لكن نسعى مستقبلا إلى أن نتوسع في خطوط أخرى. لكن حاليا أنت تغطي المنطقة يعني في الوسط هذه. كان أول الطائرة لا تبات في المطار في عدن، ما في طائرة كانت تبات في مطار عدن ولا في طاقم يبات هنا، كل الأطقم والطائرات برا. وكنا طبعا يعني هي مرحلة مرت عصيبة، يا أن تكون أو تنتهي الشركة هذه، لكن الحمد لله ربك يسرها وبسعي جهود الناس الطيبين والخيرين والحريصين على مستقبل الشركة هذه وعلى موظفيها، والأمور الحمد لله يعني كويسة. الآن تبات الطائرات؟ الآن كل الطائرات في عدن. في عدن طبعا وهذا يوفر علينا تكاليف كثيرة، لأنه أول كان كل شيء الطائرات برا وكله بالدولار ويعني مكلفة شوية. مكلف كان أيوة. فيما يتعلق ندخل على موضوع التذاكر يعني. أوكي. أسعار التذاكر يبدو لي هكذا الناس يعني يقولوا غالية مرتفعة. والله يا أخي هي مش يعني هو نتيجة العملة. أيوة. يعني العملة حقنا تضررت كثير. أكيد. فيعني يعني لما يسأل واحد التذكرة ب500 ولا ب600 دولار، يعني يشوف إنه 600 ألف ولا 500 ألف كثير. أيوة. مع إنه هو العملة اللي هي ضررت كثير. ولا زمان يعني زمان ما قبل الحرب يعني كانت ال400 دولار ولا 500 دولار كم تساوي؟ 80 ألف تقريبا. أيوة. صح أيوة. ولا لا؟ فشوف الفارق الآن. الفارق كبير. أيوة. فالناس لكن نساعد الناس كثير كمان يعني. طيب هذا قد يكون يعني مصلحة المواطن أو لصالح الشركة، كيف يكون في صالح الشركة يعني الشركة تربح من هذا كثير؟ الشركة شوف يعني صرفياتها ما هي سهلة. أنت تأخذ القطع الغيار كله بالدولار. يعني أبسط قطعة تكلف ألاف وملايين ومئات الآلاف من الدولارات. يعني في التزامات كثير. التزامات كثير أنت لازم لأنه القطعة هذه لو مش متوفرة معناته الطائرة بتوقف. فلازم توفرها، ومن شان توفرها تتعب في ظل الوضع الحالي في العالم يعني. في أمور كثيرة مترتبة على هذا. يعني مكلفة للشركة كثير. نجي على مسألة التخفيضات، يعني التخفيضات أعتقد الصحفيين كان معاهم قرار من رئيس الوزراء. هل هذا يعني هل هذا معمول به أو نقد؟ لا أعتقد معمول به، وأعتقد أتكلموا المرة الأولى لما كانوا موجودين عندنا قبل شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع، كان في مؤتمر صحفي مع اليمنية يعني عشان يوضحوا للناس، لأنه تعرف لك اللي يتكلموا كثير اليمنية وقابة الطائرة مش عارفة، والطائرة هي يعني سليمة وما فيها أي شيء. فتكلموا على الموضوع هذا، وأعتقد الأمر يعني مكانه موجود، بس أعتقد يعني عشان يفعلوه أو شيء. في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض القضايا اللي صار فيها، يعني ايش يعني ايش تعاملكم مع هذه القضايا؟ مثل ايش من قضايا يعني اللي صار فيها؟ يعني ملاحظات انه من حيث الخدمه المقدمه للراكب، من حيث الصيانه، من حيث والله يا عزيزي ما في طائره تطلع الا بعد ما يتاكدوا من انه كل شيء سليم فيها. يعني المهندس يوقع انه هذه الطائره جاهزه للطيران، الكابتن ما يستلم الطائره الا وهي جاهزه. لا يمكن يوقع على شيء وهو غير جاهز يعني. فبعض الأحيان تسمع كلام يعني تعرف لك اللي ما يشتغلوا في مجال الطيران يجهلوا يعني. يقول لك الطائرة فيها مشكلة وطلعت هكذا، ما بتطلع الطائرة فيها لأنه هذه أرواح ناس فيها. أكيد. أيوة. الطيران عمره ما كان فيه مجازفة ولا كان فيه أنه تطلع طائرة وهي مش جاهزة.
وللأسف بعضهم يكتبوا بس مش هذاك يعني كويس الناس تكتب بس اكتبوا الصح. أيوة. أي لا تكتب الغلط ولا تسيء، لأنه في الأخير هذه يعني شركة وطنية ويمنية وهي تخدم أهلنا وناسنا في كل اليمن. إلى جانب الشركة يعني هل في شركات أخرى يعني موجودة؟ والله يعني نرحب بأي شركة قد تشتغل. أنا أشتي أوضح لك حاجة، في فكرة عند الناس يجهلوا يفكروا أنه اليمنية مانعة شركات الطيران من تشتغل. هكذا السائد اليمنية هي شركة مثل شركات الطيران، دائما التراخيص تمنح من هيئة الطيران المدني وهذه هيئة مستقلة عن اليمنية. فالناس يعني تخلط بين هذا الشيء، تفكر أنه اليمنية هي مانعة، بالعكس. وأي شركة في هذه الظروف اللي حاصلة ما بتجي تشتغل، وإذا أجت يعني صعب تشتغل لأنه نحن في وضع غير طبيعي. أيوة. وضعنا أيوة. بشكل عام، فللأسف الناس تخلط بين هذه المسائل. لكن أنا أشتي أوضح لك حاجة، يعني قبل الحرب كانت كل شركات الطيران شغالة. أيوة. صح ولا لا؟ واليمنية شغالة ورحلاتها كانت مليانة. أيوة. فما ما تأثر علينا أي شركات تقدر تشتغل. لكن مش نحن اللي مانعين، هم يعني اللي لا، هم أصلاً ما حب يجي يشتغل بالظرف هذا في ظروف. أيوة. يعني نحن اشتغلنا في أسوأ الظروف لأنه ما كانت في شركة بتجي بتشتغل. أيوة. فاستعدنا طائراتنا وتعبنا، ولكن الحمد لله سارت الأمور بشكل صحيح والعجلة مستمرة ماشية. رأي المواطن أو الراكب يعني إلى أي مدى تلمسوا هذه الآراء وتتعاملوا معها؟ طبعاً أنت تتعامل مع شريحة واسعة من البشر. وأي واحد عنده أي استفسار ولا أي سؤال يجي يتكلم بنرد عليه بكل صدق وأمانة، لأنه ما في شيء نخفيه. عملتوا مؤتمرات صحفية فيما يتعلق بها؟ طبعاً عملنا قبل 3 أسابيع وحضروا كل الصحفيين تقريباً ممثلين عن كل القنوات الأخبارية، وكنا متواجدين والكابتن العلواني وكل المسؤولين في الشركة، وكنا حاضرين وردينا على أسئلتهم بكل وضوح. يعني سابقاً يعني كان يطرح الموضوع الأمني، يعني لمسببات أمنية لظروف أمنية كانت الطائرة ثلاثة في مطار عدن. صحيح. رغم تكلفتها، يعني رغم تكلفتها في الخارج. أيه. الآن هل نقول أن الظروف تحسنت أو أفضل أو؟ لا طبعاً أفضل بكثير طبعاً. يعني باين الفرق كبير يعني. الآن الطائرات تبات في مطار عدن والوضع طبيعي والمطار مؤمن، يعني الأمور طيبة. فأحسن من ما كان عليه في السابق، يعني كنا لا طائرتنا موجودة في عدن ولا أطقمنا موجودة في عدن، الكل كان برع في الفنادق برع، وهذا تكاليف فيه. تكاليف كانت طبعاً تكاليف الفنادق، تكاليف بقاء الطائرة في المطارات، تكاليف كثيرة هي تتحمل. القضايا الأخرى التي تود أن تطرحوها يعني ما هي يعني؟ والله حالياً ما في أي قضايا أخرى شيء نطرحها، نحن نمشي حسب المتاح معانا، ما يعني والامور شويه شويه ان شاء الله بتفرق وبتتحسن الامور. لكن يعني ايش في يعني الان احسن من الفتره السابقه، بحيث انه في انتظام للرحلات كان. يعني الان بعض احيان 3 رحلات من عدن تكون ورحله من سيئون الى مختلف الدول اللي نحن شغالين فيها، من مصر الى جده الى الرياض الى الهند الى في خطوط يعني كنتوا تعملوا عليها وبعدين مع الظروف هذه؟ اكيد طبعا. يعني في خطوط كانت مع اليمنيه مفتوحه الى شرق اسيا الى يعني، بس لانه حاليا مع وضع كورونا يعني العالم كله انضرب. ايوه. والطيران بشكل اساسي. ايوه. في شركات طيران وصلت الى الافلاس نتيجه ما حصل، وسرحت كل الموظفين لانه هذا يعني شيء حصل. ما ف
يعني رغم الظروف اللي مرت بها البلد ومر بها الشعب ومر بها الأمة كلها، لكن نقول الحمد لله أنه حافظنا على الشركة هذه واستمرينا في الوقت اللي كان مفروض تنتهي، ويعني العمال يحصلوا مصير مجهول، لكن الحمد لله بفضل الجهود الطيبة والناس الشرفاء يعني الأمور مشت وربنا معنا. كان كورونا الآن يمكن يعني خرجنا منها، لكن الآن في عندك أزمة أوكرانيا وفي ظروف سياسية جديدة يعني. صحيح. أيوة. يعني كيف تستعدوا أنتم أو كيف ممكن تتعاملوا مع أوضاع زي هذه؟ والله نحن يبان لي اكتسبنا خبرة مع الظروف القاسية دائما وإن شاء الله نعدي برضو. أنتوا بس بحكم خبرتنا يعني زي ما قلت يعني خبرة اليمنيين في موضوع التعامل مع الأزمات ممكن تساعدكم في الشعب اليمني عنده نفس طويل وصبر. ويتحمل المعاناة رغم كل الظروف، لكن لا يعني ما يوصلش إلى مرحلة اليأس. وهذا شيء طيب. نعم. في أفكار عندكم فيما يتعلق بتشغيل خطوط جديدة أو استعادة الخطوط السابقة يعني؟ والله أكيد طبعا هذه فكرة موجودة. ولكن إن شاء الله يعني بعد ما تعدي الأزمات هذه اللي حاصلة نستعيد كل اللي كان معنا في السابق. الطاقم حقكم كما هو يعني من حيث الموظفين من حيث كما هو و يعني من أحسن الطيارين موجودين ومهندسين وكفاءات والحمد لله يعني. يعني مش إنه نحن نبالغ، لكن هذه حقيقة. والطيار اليمني معروف في العالم كله. يعني تجي تشوف شركات طيران أكثر يمنيين متواجدين فيها وعلى أكبر طرازات كمان ومدربين كمان. يعني شوف القطرية مثلا، في يمنيين كثير مدربين على طرازات كبيرة يعني. فالكادر اليمني مؤهل كويس والحمد لله. يعني انت تجي تشوف شركات عالمية حوادثها مفقعة، لكن الحمد لله نحن أمورنا يعني بفضل الله وجهود الناس الحمد لله تمام. الحمد لله طبعا. كلمة أخيرة تود أن تطرحها يعني قبل أن نختم هذا اللقاء؟ والله أتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن أول شيء، وتحتل الأمور اليمنية، لأنه الشعب يعني عانى بما فيه الكفاية، وأن تتحسن ظروف الناس، وربك يلطف بالبلاد والعباد إن شاء الله. طبعاً نحن نشكرك وسعيداً بأنك أعطيتنا وقتك يعني، ونتمنى لكم التوفيق الدائم. وأنا سعيد جداً بزيارتكم هذه، وأهلا وسهلا فيكم في أي وقت. نشكركم مشاهدينا الأعزاء، ألف شكر على يعني وقتكم اللي بذلتوه معنا، ونتمنى أن نلقاكم في وقت آخر.